أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من البرنامج، نخصصه لتطورات المشهد السياسي في فنزويلا ودعوة المغرب المجتمع الدولي للانضمام إلى الحركة التي تهدف إلى إعادة إرساء الديمقراطية في فنزويلا. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا من ساو باولو السيد فيكتوريوس بيان شمس، وهو صحفي متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية. أهلا وسهلا بك معنا. كما يسعدنا أن يكون معنا من الرباط الدكتور محمد عطيف، وهو أستاذ باحث في العلاقات الدولية مهتم بشؤون أمريكا اللاتينية. أهلا وسهلا بك معنا. سيد بيان شمس، لماذا شد الحبل هكذا بين الحكومة الفنزويلية والمعارضة؟ وهل صحيح أن الوضع كارثي من الجهة الاقتصادية والاجتماعية اليوم في فنزويلا؟ تحية طيبة. نعم، الوضع سأبدأ من الآخر. الوضع كارثي، في الوضع الاقتصادي كارثي في فنزويلا. وصل حجم التضخم في السنوات الماضية إلى ما يزيد عن مليون، ووصل أحيانا 1,800,000%، يعني هذا الرقم حقيقي. البنك المركزي الفنزويلي يعني حاول أن يطمئن الشعب الفنزويلي عشية الانتخابات في 27 من تموز يوليو الماضي، فصرح بأن التضخم لا يزيد عن 800%، وهذا هنا يحاول أن يعني يخفف من هول الكارثة إذا شئنا. الأرقام تقول أن الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا في العشر سنوات الأخيرة، أي فترة حكم نيكولاس مادورو من العام 2013 حتى اليوم، هي تراجعت 80%. لدينا منهم تحت خط الفقر 95%، 75% منهم في فقر مدقع، أي أنهم يعيشون على دولار، دولار ونصف في الشهر. فنزويلا دولة تعتمد في اقتصادها ب 95% من اقتصادها في الحقيقة على النفط. كانت شركة النفط الفنزويلية توظف 250,000 شخص في فنزويلا، اليوم لا توظف أكثر من 50,000 شخص، لأنها اعتمدت مبدأ الولاء على مبدأ الكفاءة، بالإضافة إلى أن منسوب إنتاج النفط انخفض من 3 ملايين برميل نفط يوميا في السابق إلى أقل من 250,000 برميل يوميا، تشتريها الصين منهم بأسعار زهيدة جدا، لأن فنزويلا دولة معاقبة ومحاصرة، وبالتالي لا تستطيع بيع بترولها لدول أخرى إلا كدولة، لدولة كالصين. الآن هنالك هذه المعارضة التي يمثلها إدموندو غونزاليس وماشادو، وهي في الواقع معارضة يعني ليست أفضل كثيرا من النظام الفنزويلي، لكن على كل حال هي لن تصل إلى هذا المستوى من التدمير بأي شكل من الأشكال. ودليل ذلك أن هؤلاء كلهم يعني ينحدرون من أحزاب عملت مع الرؤساء السابقين من كالديرا وفاسكيز وباخ وبيريز، الذين كانوا قبل نيكولاس مادورو، ولم تكن الأحوال بهذا السوء. يعني كان هنالك فساد وسرقة وهدر، لكن لم تكن أبدا الأحوال بالسوء الذي وصلت إليه بأواخر فترات تشافيز وفترة نيكولاس مادورو كلها. طيب أستاذ محمد عطيف، أهلا بك معنا. يبدو أن هناك قلقا دوليا من المجتمع الدولي. المغرب دعا المجتمع الدولي كذلك إلى الانضمام إلى هذه الحركة التي تدعو إلى إعادة إرساء قواعد الديمقراطية في فنزويلا. لماذا يقلق العالم مما يحدث في فنزويلا ولا يعتبره شأنا داخليا صرفا؟ أكيد، شكرا لكم على الاستضافة. أولا، بداية، إنما يقع الآن في فنزويلا على المستوى السياسي أكيد هو وضع سياسي كارثي، لأن منذ وصول نيكولاس مادورو إلى السلطة عام 2013 يعني كانت فنزويلا تعيش أزمة خانقة منذ ذلك السنة أو تلك السنة عفوا إلى يومنا هذا. لم تحقق فنزويلا أي نقسم بالعدالة الانتقالية في هذا البلد اللاتيني. أكيد يعني ما جعل هذا البلد يعيش أزمة سياسية وكذلك اقتصادية واجتماعية بفعل السياسة التي تبناها نيكولاس مادورو، خاصة التي ورثها من هوغو تشافيز. أكيد أن فنزويلا تعد من ضمن الدول الآن، يعني ربما هناك من يصنفها من الدول
الدكتاتورية، لأن نيكولاس مادورو للمرة الثالثة يعني يستمر في السلطة ويحتكر عليها. واضح تماما، ولكن ماذا عن الموقف المغربي؟ ماذا في حيثية الموقف المغربي؟ فالموقف المغربي أكيد يعني يدل بأن المملكة المغربية تدعو إلى تحقيق الديمقراطية في هذا البلد، ويعني من أجل إرساء أسس الديمقراطية. أكيد بأن حينما نتحدث عن أسس الديمقراطية لابد أن نشير إلى أن الدستور البوليفاري الفنزويلي خاصة في الفصل الخامس منه يدل أو ينص على أن فنزويلا يعني تكون في سيادتها في يد الشعب، ولما نراه في الواقع بأن السيادة في يد نيكولاس مادورو، إذن يعني المغرب يعني يدعو إلى يعني تكريس وتحقيق الأسس الديمقراطية في هذا البلد، وليس فقط في المغرب بل يعني الدول المجتمع الدولي وخاصة من ضمن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبعض الدول يعني من أمريكا اللاتينية، أي 7 دول من أمريكا اللاتينية تدعو إلى إعادة انتخابات أو يعني لا تعترف بفوز نيكولاس مادورو في هذا البلد. طيب واضح تماما، سأعود إليك أستاذ بيان شمس. أريد أن أتحدث عن هذه الأزمة الخانقة، أزمة هجرة الفنزويليين الذين لا يرون أي مستقبل لهم في وطنهم الأم. ما خطورة استمرار هذا الوضع، وهل المشكل في الحقيقة سياسي فقط؟ المشكل اقتصادي في الواقع، اقتصادي ثم أمني لنقل، ولكن التدبير السياسي هو الذي أوصل فنزويلا إلى هذه المشكلة الاقتصادية. بالطبع طبعا، النظام السياسي وطريقة إدارته للبلاد هو من أوصل البلاد. أولا هو لم ينوع مصادر الدخل للبلاد، يعني هو وصل إلى البلاد هنالك 95% من اقتصاد البلاد قائم على البترول، لم يحاول أن يطور هذه أراضي بلاد فيها أراضي زراعية شاسعة، كان يمكن استثمار هذه الأراضي، كان يمكن الاستثمار بالصناعات، كان يمكن الاستثمار بالسياحة، هنالك قطاعات كثيرة يمكن الاستثمار بها، لم يحاول هذا النظام أن يستفيد من هذه الإمكانات، حاول أن يثبت أقدامه، وهذا بالتأكيد ما أدى إلى يعني تشكل لنقل أوليغارشيا محيطة بالنظام الحاكم، وبدأ الهدر والفساد والجوع، وهو ليثبت أقدامه اضطر للاعتماد على المجموعات شبه مسلحة كالكوليكتيفو وغيرها وعلى أجهزة الأمن، وهذا وضع طارد لأبناء البلاد. وبالتالي اليوم يعني من أصل 30 مليون فنزويلي هنالك 7 ملايين، أكثر من 7 ملايين فنزويلي خارج بلادهم يعيشون أوضاعا يعني حقيقة في غاية السوء في بعض دول أمريكا اللاتينية كالبرازيل، يعني في ولاية رورايما شمال البرازيل، وهذه ولاية محاذية لفنزويلا وكولومبيا، يعيشون في مخيمات بائسة جدا. قلت قبل قليل سيد بيان شمس أن المعارضة ليست بأفضل حال من الحكومة الحالية، هل هناك بوادر معارضة حقيقية داخل البلاد أو حتى خارج البلاد التي غادرها الكثيرون؟ لا للأسف لا، يعني ليس هنالك أي شيء من هذا القبيل، لأن هنالك حالة فراغ سياسي صاحبت مجيء تشافيز في البداية في تسعينيات القرن الماضي. منذ مجيء تشافيز بدأ يتشكل فراغ سياسي مشابه كثيرا لأوضاع بعض الدول في المنطقة العربية، وبالتالي تم إعدام الحياة السياسية وأصبحنا نتحدث عن الحزب الواحد، وهنالك نخب جاءت، يعني هذه المعارضة التي نراها اليوم هي تشكلت من هذه النخب الفنزويلية التي استطاعت أن تبرز نفسها على الساحة السياسية، ومنهم خوان غوايدو، وتذكرين ما حدث في العام 2019 عندما حدث يعني ما يشبه فراغ، واضطر رئيس البرلمان خوان غوايدو لإعلان نفسه رئيسا واعترفت به دول كثيرة حول العالم. طيب كيف تبدو لك مواقف دول الجوار أستاذ بيان؟ بالواقع هو نيكولاس مادورو عزل نفسه بنفسه، يعني هنالك بعض الدول التي شككت في الانتخابات فسحب سفرائه منها، يعني بعد يومين أو 3 فقط من الانتخابات.
سحب سفراءه من 7 دول في أمريكا اللاتينية خلال 2 أو 3، ثم يعني نشأت أزمة جديدة مع دول كبرى في المنطقة كالمكسيك وكولومبيا وفنزويلا، وهذه الدول كلها محكومة من يساريين، لأن هذه الدول طالبت بإبراز كشوف الانتخابات، وهو اعتبر أن كشوف الانتخابات هذه تم قرصنتها وسرقتها وما إلى ذلك، وهؤلاء لم يصدقوا هذا يعني. شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ عاطف، الحركة التي تحدثنا عنها من قبل، ماذا تفعل في هذه المعضلة الفنزويلية؟ وهل يمكن للمجتمع الدولي أن يغير من واقع الأمر شيئا، خاصة وأن الاعتراض على نتائج الانتخابات التي تمت كان اعتراضا شبه دولي، لأن المراقبين الدوليين كذلك تحدثوا عن انتخابات لم تكن شفافة بالمرة؟ بطبيعة الحال ما يتداول من خلال الوسائل الإعلامية الدولية يتبين بأن فوز نيكولاس مادورو يعني مشكوك فيه، لأن هناك من يقول بأن نتائج مزورة وكذلك انتخابات غير نزيهة وغير شفافة. يعني ما يتضح ذلك أن المجتمع الدولي يعني قد يضغط على فنزويلا من أجل إعادة الانتخابات الرئاسية في هذا البلد، لأن في الحقيقة الواقع يؤكد بأن استمرار نيكولاس مادورو على رأس فنزويلا قد تستمر الأزمة، نظرا بأن نيكولاس مادورو لم يحقق لفنزويلا أي تقدم سياسي أو يعني نتيجة إيجابية لهذا البلد، وهو يعني غارق في أزمات اقتصادية واجتماعية. طبيعة الحال كما تطرق الضيف قبل قليل بأن فنزويلا تعتمد كثيرا على النفط ولا تعتمد على وسائل أخرى مثل الصناعة والسياحة، يعني هذا ما جعل فنزويلا يعني تعيش أزمة خانقة، ويعني نفور العديد من المهاجرين إلى الدول الجوار، أضف إلى ذلك ارتفاع نسبة التضخم والبطالة والفقر يعني في البلاد. أكيد يعني ما هذا يعني يعطي يعني الموسم لحقوق الإنسان ستكون مزرية في هذا البلد. أضف عن ذلك بأن نيكولاس مادورو يقوم بالاعتقالات التعسفية ضد المعارضة أو كل من يخالفه في هذا البلاد، يعني ما يتضح من ذلك أن يعني نيكولاس مادورو ما دام يعني لا رأس السلطة في فنزويلا هو استمرار للأزمة في هذا شكرا البلد. جزيلا لك دكتور محمد عاطف على كل ما تفضلت به، الشكر موصول كذلك لضيفنا السيد فيكتوريوس بيان شمس الذي كان معنا مباشرة من ساو باولو، شكرا جزيلا لك على كل الإضاءات التي تفضلت بها. بعد قليل مشاهدينا نلقاكم في الجزء الثاني من البرنامج، نرجو أن تتفضلوا بقائنا.